الدنيا راح تمطر. لو نلاحق لو ما نلاحق بعد شوفون. جو مشتري لابتشين بيش ب70 يروح مشي مصطفى حتى اللي بسبدون جوارب ولا عاد. انا شلونكم اخباركم؟ رجعنا لكم اليوم فيديو جديد، واليوم الفيديو راح يكون كلش حلو لان شنو عندنا؟ عندنا اليوم ترتيب الحديقه، ومثل ما قاعد تشوفون هاي الحديقه هنا عندنا الحديقه الثيل كله صاعد صاير عالي، وعندنا الحديقه الثانيه هسه راح نشوفكم اياها من الجهه الثانيه، راح اليوم نغير شكلها. قبل ما نبدي سووا لايك واشتراك وخلينا نبدي. شنو عندنا؟ عندنا هسه هذا الكيبل، وعندنا هذا الكيبل، وعندنا هاي الماكينه، هاي الماكينه اللي راح نشتغل بيها، وعندنا ماكينه ثانيه هسه راح نشوفكم اياها. الشغل راح يكون كلش حلو، انا احب هذا الشغل، واذا تحبون هذا الشغل علقونا بالتعليقات. وهاي عندنا الحديقه الثانيه، وهناك عندنا الحديقه الثالثه. الحدائق هاي كلها يحتاج لها قص مثل ما قاعد تشوفون كلش عاليه. نب ما شاء الله كله طق، تشوفون قاعد تشوفون هذا كله عناقيد هسه بدت تطق. ما شاء الله هاي السنه راح نشبع عنب. يلا خلينا نبلش. قاعد يساعدنا بلال، اعطانا 20 يورو راح يجي يسوي لنا الحديقه. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. عندنا امتلت وحده كامله، اوكي امتلت من هاي، وراح نذبها لازم بالسله مالتها، الزباله مالتها اللي هي الخضره هاي للزرع كلها. يلا هسه خلينا نفرقها. شوفوا شوف قد طلعت، اوه مليانه والله. كل ما تمتلي نرجع من جديد نفس العمليه. خلصت. يلا نجي نرجعها هنا حتى نبلش مره ثانيه. وهسه مثل ما قاعد تشوفون تغيرت تقريبا شي 85% من الحديقه كملت، وبقت شي قليل، بقى هاي الجزء هسه راح نشتغله وراح تتغير 100%. طبعا مثل ما قاعد تشوفون الواحد من يحلق شلون يطلع، الحديقه كذلك من تحلق تطلع غير شكل. واخيرا كملنا الجزء الاول من الحديقه، راح نرجع للجزء الثاني. الشغل كلش حلو، شوفوا الثيل شلون صارت الحديقه، صارت كلش حلوه، غير شكل صارت، غير شكلها. وراح نرجع للحديقه الثانيه. هسه شنو جبنا؟ جبنا هاي. هاي شنو هاي؟ اللي ما يعرف هاي شنو، طبعا هاي اللي مال الحواف، اوكي هاي تشتغل على الحواف. الحواف اللي قاعد تشوفوها هسه راح تنشال كلها وين؟ بهاي. اكو اشياء ما نقدر نلوحها بالماكينه الكبيره، راح نلوحها بهاي، فشوفوا شغلها. يابا تعبنا، الحديقة الأولى كملت الحمد لله وشكر. وشنو وحدي هيفاء طلعت تجيب غراض للبيبي، ومن واحد راح تجيب يساعدني؟ مصطفى وإيرا. أوكي راح نشوف مصطفى شلون يساعدنا بالحديقة، يعرفون يشتغلون بالحديقة لو ما يعرفون يشتغلون. يلا خلنا أروح أجيبهم وأجي حتى نشتغل سويا.
يا بجيبنا مصطفى وايوه وهسه مصطفى هنا ويانا. صراحة انا ما قصرت بالحديقة الأولى. هي ساعدنا هواي. لا هسه راح نخلي الحديقة الثانية علي. اوكي. اي صدق يعني هي بالقرية دائما تشتغل هاي السوالف. والله؟ ايوه. ايوه دزلة. كم؟ خلينا نشوف ايوه صرت. يمي يشرب يلا تاكل تي؟ تي؟ تقول غير هاي احنا عندنا. هاي شنو هاي؟ عندنا ذيك الثانية. ما اشتغل. كذاب ما اشتغل. عندنا ذيك الثانية قاعد يشوفوها يم الباب. هاي مال حواف. هسه خلينا نبدا بهاي. زين يعني اوك لو خلينا نجرب يلا خلينا نقول انا تعال يلا تعال كم كم ايوه كم يلا من تخلص الطهي وميتها وش حلقت هسه شو يا رب نصيرني حلق اطلع قبل يا رب تكابو قلت لها ممتع قالت لي ممتع طلع بوش في الحديقة الثانية سمنو مصطفى خلينا نشوف مصطفى يعرف لو لا وقف هاي ليش بشكله بشكله لو متى بتشتغل هاي لا تحرك شو شغل هاي بالنص ايه يلا خلينا نشوف مصطفى الله 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 بعد الدنيا راح تنطف لو نلحق لو ما نلحق بعد شوفون صدق والله لو نلحق لو ما نلحق لحق لا نتمنى نتمنى ما شاء الله طبعا عندنا تمرين مال طوبه بعد شوي هذا مسوي بيه مقلد دير بالك بعد شوي عندنا تمرين مال طوبه زين وقاعد يشوفون الجو راح اروح للطب بعد شوي انا مصطفى لو اروح لو ما اروح مقلب مو؟ لا والله لا مقلب ولا هاي يا مقلب انا اريد مقلب انا يا عم دب لا لا ادم ما موجود ما صارت عصر فجاه سبحان الله راح تفهم نفسي انا وين العاصفه يلا حجي جدا طير طيارة شنو يرى؟ جو حلو؟ سوبر سوبر جو كنا شربنا هنا يا جماعه اختنا هنا الروح عزيزه للاسف ما قدرنا نكمل هاي الحديقه كملنا بذيكه مثل ما قاعد تشوفوها هسه قطيع قطيع مصطفى يدي تمامًا وشوف الجو وين حيتمامن انه صار الجو لا لا مصطفى اليوم لازم يروح تمامن والله مستحيل حيكتبونا والله والله العظيم اليوم تمرين انا بالنسبه لي متعود على السوالف شوف بالمانيا لو الثلج الذب ثلج واكو موعد تمرين هم باوروبا خصوصا الكره مالتهم خلص والله كنا نتمرن وثلوج فاليوم مطر عادي هسه تخف وراح نتمرن بالعاصفه نتمرن خل لحق اللي بيه مصطفى بدري راح تنطر ترى رجعت شو اسمه؟ مصطفى اليوم يسوي لابتين شوف العاصفه يا سلام يا رب هاي العاصفه كل العراق اي أيوة. والله طبعا احنا العاصفه مالتنا مطر يعني مو ترابه مطر والله هاي
ان شاء الله تشوفون من شمس والجو زين الى عاصفه. إيه كل شيء عاصفه عاصفه قويه عاصفه قويه كان علمني اياها هسه وقت العاصفه علمني. يا بس جيت وقت التمرين فجياتنا الرياضيه وطالعين جيناهم واخيرا طبعا خف المطر وقالوا وقت تمرين يعني من حظ مصطفى مشتري لابتشين ببيج ب70 ب70 يروح مشي مصطفى حتى اللي بدون جوارب والعب ها طبعا مصطفى اول يوم بالتمرين اول يوم اوكي كل شوي راح اقول له تعبت الحارس مالتنا الحارس القدير ابو عكب دفي يلا يابا تحزين خلي هنا يابا يلا نطلع نكمل الفلوك بالنادي الله بس بعولي المطر شلون راح تمرن ما ادري معقوله اذا اكو الجو تتمرنون خلينا نشوف وينهم الرياضيين حتى حبك كل شيء منه ما بقى وهالعمى اخذ لك نجوم السماء مالك اي عذر وصار كل مني ماكو تمرين يابا وصلنا للملعب يعني او شنو عندنا هاي الصاله ممكن يوم نلعب بيها لو بهذا الملعب بس الملعب مثل ما قاعد تشوفون المطر ما شاء الله ما صاير مصطفى والله جيتك خير ما شاء الله مبينه كلش بعد التجهيزات مالتنا شلون جايبين قميص وبطلون بعدنا معنا والله شكلنا مو ملطوبه لا جايين بعدنا با مصطفى اليوم اشتري شنو بس بقول لا 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 مصطفى اليوم شربك ما يلوق لهذا الملعب والله يلوق والله صدق يلوق بس بقول اليوم مصطفى مبدع ماخذ 80 يورو يعني شنو بالعراق يطلع فوق ال 150 الف رايكم ينطلع بي لو لا يلا هذا مات مال عتيق شوفوا بعده بيروح اصدقائنا هستونا جينا من الطوبه ويعني مصطفى سترق على النادي شوفوا التوقيع مالته يا بس لا تقل مش قد العقد العقد مالته بحي شافوا الحراسه مالته العقد ما توقعوا العقد شنو قال مصطفى العقد والله شو اقول لكم لا تقول لحسن بطل مي هواي لا والله هو للونسه والنادي ما شاء الله مارادونا صدق انه مصطفى عنده اساسيات طلعت خطيره وهو حارس قديم وان شاء الله راح تشوفون جوله جايه بالنادي ان شاء الله صيف انه تمرن سوى نرجع الوقت حارس يعني حارس محترف راح يكون مال العماره مال اول يلا اصدقائنا نشكركم المتابعه سووا لايك ونحبكم جميعا وسووا لايك ولا تنسون اذا ما تعرفون مصطفى ستاف بس كتب مصطفى ستاف ما عرفني ليه عرفني اللي يعرفه راح يعرفه ان شاء الله ونشوفكم فيديوهات ثانيه يلا باي باي ما اعرف حسين راح يشترك بقناه تسيه يلا باي باي.